الخبرة، النضوج، القوة، في كثير من هذه الكلمات ممكن نقول في مسألة الدبلوماسية بين الطرفين. أظن أن دولة الإمارات العربية المتحدة هي تضع الملفات السياسية المختلف عليها، وهناك ملفات اقتصادية، هناك ملفات اجتماعية سياحية، كل هذه ملفات لوحدها، لذلك لا تخلط الأمور. وهذا أظن من السياسات القوية، يعني ليست سياسات الدول التي ليس لديها باع طويل في السياسة. نفس الشيء أظن في تركيا، لأن فعلا الاستثمارات الإماراتية ربما قد تكون الأكبر من الناحية العربية، أو من الأكبر الاستثمارات في تركيا، وليست حديثة العهد، يعني قديمة. هذا أحد الأمور الأساسية، لأن الآن في العصر الحديث هو أن العجلة الاقتصادية تحرك نوعا ما العجلة السياسية. هناك ملفات مختلف عليها، ما زالت هذه الملفات قائمة. هل يوجد نقاط مشتركة لهذه الملفات؟ بالحديث عن هذه الملفات التي لا تزال قائمة، يعني وأسباب في بوادر التوتر ما بين البلدين لا تزال بالفعل قائمة، ومنها أذكر مثلا وجود القيادي المفصول في حركة حماس محمد دحلان، الذي لا يزال يشغل مستشارا أمنيا لولي العهد الإماراتي، وأنقرة لا تزال تتهمه طبعا بأحداث الانقلاب التي حدثت في عام 2006. كيف ستتخطى تركيا وأبوظبي هذه الأزمات التي لا تزال قائمة بالفعل؟ نعم صحيح، أظن مسألة أو ما يسمى بمسألة دحلان أو ملف دحلان، نعم وضعته تركيا أظن من اللائحة الرمادية، أي من المطلوبين لديها في مسألة غازي بارك أظن وغيرها من المسائل. هذه أظن الأمور لنقل هذه أمور ربما نوع ما ليست الملفات الكبيرة، يعني ملفات أكبر من ذلك بكثير. هناك ملفات مهمة جدا، يعني مسألة أكبر، مثلا شرق المتوسط صحيح. أصبحت الإمارات متداخلة فيه، سوريا ملف أيضا مهم، نعم مصر مثلا، العلاقات الثنائية، هناك كثير، حتى في مسألة اليمنية، يعني نتكلم عن الشرق أوسط كامل إلى الشرق المتوسط. هل هناك علاقات الاستراتيجية التركية مع الولايات المتحدة الأمريكية؟ أيضا هل لها تقاطع أم تضارب مع العلاقات الاستراتيجية الإماراتية الأمريكية أيضا في منطقة الشرق الأوسط؟ هذا أظن كله يقرأ في السياسة، وهنا تبدأ الخلافات أو التوافقات في بعض الملفات. إذن هل تعول اليوم أنقرة على إمكانية تحقيق خرق في هذا الإطار بالنظر إلى الخلافات العميقة التي لا تزال قائمة مع أبوظبي؟ تركيا تسعى في ذلك. لاحظي معي أن العلاقات التركية المصرية كيف كانت، والآن رغم كل يعني لا يوجد تطورات كبيرة جدا، لكن أصبح هناك هدوء بين الطرفين، أصبح هناك تبادل دبلوماسي من ناحية المكالمات، يعني وزير الخارجية تكلم مع وزير الخارجية، فالمنطقة أصبحت أكثر هدوءا. تركيا إذن تسعى إلى أظن إيجاد صيغ هادئة في المنطقة بشكل أو بآخر، لأن المشاكل حقيقة موجودة، وهذه سياسة ما سميت زيادة الأصدقاء وتقليل الأعداء، لأن هناك ملفات كثيرة، الخلاف مع اليونان، الخلاف مع أمريكا في مسألة S-400، الخلاف مع روسيا في مسألة أوكرانيا، في حتى في سوريا، في العراق، هناك ملفات حقيقة كبيرة جدا، في الصومال، في قطر. إذن لابد من إيجاد صيغة تهدئة، ولذلك هذا العام سمي عام الدبلوماسية في تركيا. هذه كل النقاط تسعى إليها تركيا. هل ستبقى طبعا تركيا دبلوماسية في شأن شرق المتوسط؟ تحدثت قبل قليل عن هذا الملف. أبو ظبي لا يخفى عن الجميع أنها تنخرط في ملف شرق المتوسط، وكان هناك مشاركة لأنور القرقاش المستشار لرئيس دولة الإمارات في اجتماع بافوس في قبرص، وإلى جانب وزراء خارجية قبرص واليونان. ما الهدف من انخراط أبو ظبي في هذا الوقت تحديدا، وفي نفس الوقت الذي تسعى إليه لتقارب مع أنقرة؟ أنا أظن هي قراءة محاور أو شبه محاور، ممكن أن نقول. هذا لا يعني إذا هي تريد
لتحسين علاقاتها مع تركيا لإنشاء محور لقضية ما أو لتكتل سياسي ما، هذا لا يعني أنها لا تريد إنشاء محور ثاني ربما أيضا لتكتلات سياسية أو التوازنات يعني مع إسرائيل واليونان. هذا هو نفسه هو اللي نقول هذا التوجه هو ليس في صالح تركيا. هل هذا يعني أن اتجاهان الطرفين أي دولة الإمارات العربية وتركيا إلى صدام مباشر؟ لا، سيكون هناك توتر بعد ذلك الجلوس الدبلوماسي، لأنه أيضا لا تستطيع تركيا أن تمنع الإمارات من إنشاء علاقات ثنائية وشاءت ما أيا تكن، كما نفس الشيء بالنسبة لتركيا. إذا هناك أظن المحاور اللي نقول هي شبه محاور، لا أريد أن أقول محاور، لكنها لا تتفق فيما بينها. الآن التقارب ربما التركي المصري قد لا يوافق التقارب اليوناني الإسرائيلي وأيضا الإماراتي في مسائل الاستراتيجية في مسألة المتوسط والطاقة. إذا كيفية إدارة هذه الملفات أظن مهمة جدا عبر الحوار. أيضا لا ننسى أن الدول دائما يكون لديها مخارج سياسية متعددة، أي بمعنى مثلا كيف لتركيا الحليف في الناتو مع الولايات المتحدة الأمريكية وفي أوروبا، وهي في نفس الوقت لديها استراتيجية وشراكة أيضا مع روسيا التي هي تقريبا تعتبر عدوة لحلف الناتو. هناك يسمى كما يقال في المخارج السياسية، هذه أظن هي الأمور التي تسعى بها كلا الطرفين. لكن كيفية إدارة الأزمات الملفات؟ طبعا سيكون هناك ربما صدام سياسي لنقول. هل اليوم أبو ظبي تستطيع أن تحتوي تركيا إن صح التعبير بالتحالف مع الأطراف الأربعة التي ذكرتها قبل قليل وإشراك نفسها في ملف شرق المتوسط بالتحالف مع هذه الأطراف الأربعة؟ هي تعتمد على كيفية وهدف الاتفاقيات. إذا كانت الاتفاقيات تهدف إلى إقصاء يعني كان إقصاء الإمارات أو إقصاء تركيا، ستجد أن التصاعد والتوتر بين الطرفين سيزداد، ولذلك هي مرتبطة تماما بأهداف وكيفية هذه الاتفاقيات. وهنا أظن الدور مهم للعامل الدبلوماسي، فإما أحد الطرفين سيطمئن الطرف الآخر بأن هذه الأمور تتجه باتجاه مصالح خاصة للدولة، ولكن أظن أن هناك أمور أكثر تعقيدا، لأن المشكلة في شرق المتوسط أصبحت أكثر تعقيدا أيضا، لأن الطاقة لا يمكن توريدها من الجنوب باتجاه اليونان مثلا دون الآن الموافقة التركية، وحتى الليبية ممكن أن نضيف في ذلك بعد ترسيم الحدود. إذا وأيضا هذا سيسبب خلاف اقتصادي، مشكلة اقتصادية أيضا كيفية وجود طاقة وعدم تصديرها، فإما سيكون هناك جلوس لهذه الأطراف كلها واتفاق سياسي كما يحصل في البحر الأسود بحر قزوين. دائما الخلافات حول الطاقة المتواجدة والتي تتوزع على عدة دول نجد أن لا يوجد قانون يوزعها بشكل صحيح، دائما التفاهمات السياسية التي تحصد هذه لنقول هذه الخزينة. أتيت على ذكر الاقتصاد سيد أوغلو، أتيت على ذكر الاقتصاد، ألا يعد اليوم الملف الاقتصادي أحد الأبعاد الرئيسية التي تدفع تركيا اليوم إلى تحقيق إلى ربما خطوات في هذا التقارب مع الإمارات؟ نعم، وهذا يعيدنا إلى المحور الأول بأن العجلة الاقتصادية بدأت هي التي تحرك العجلة السياسية في كل العالم، لذلك لابد من متابعة المجريات. يعني قبل لنقل سنتين لم تكن تركيا تعلم أن هناك مثلا طاقة موجودة في البحر الأسود، الآن لديها طاقة، هذا مستجد جديد.